الميكروفون مش شغال. فقط المصري إليكم، وأنا مفاجئ، ليس لدي الواقع ما أقوله، خصوصاً أنني لم أقرأ بعد كما ينبغي، لكن فرحت كثيراً بعد كثيراً المفاجئ، واستفدت كثيراً. لا أريد أن أكمل في الاتجاهين اللذين نعم ما منهما، وإنما لأكون فكرة عنه عن حول وضع الشعب العربي اليوم بشكل عام، وحول وجهة نظري فيما يتعلق بكيف ننتج معرفة. يعني المجتمع العربي من سقوط بغداد حتى اليوم في تقديري لم ينتج أي معرفة يمكن أن تضاف إلى المعارف التي أنتجها ابن رشد والفارابي والسكينة وابن خلدون، وتوقف مع سقوط وتوقف أكثر مع خلاف الحكم نعرفهم جميعا، وحلت محلها الدول الأوروبية شمال أوروبا. وإذا نحن منذ منتصف القرن الثاني عشر لم ننتج معرفة في تقديرنا، وإذا المفكر والشاعر والناقد كل الذين يعملون في الإطار الفني اللغوي أولا ثم التشكيلي والمسرحي من جانب الإبداع عليهم أن يبدأوا، يعني عليهم أن يحدثوا قطيعة مع هذه المرحلة التاريخية الميتة. وحين ذاك مثلا توكيدا لما اقول انا لا احدث، لم استطع ان اؤسس جامعه عربيه واحده لها مستوى عالمي، لم تنتج شيئا لا على مستوى المؤسسه ولا على مستوى الابداع. لا، بالاخير ماذا يعني الابداع؟ ونحمل دائما المثقفين انه ما دورهم، والله يعني نطالب من أشخاص لا نعترف بهم أن يقوموا بهم. ما يعني أطمئن إليه في قراءات هو أن هذه المرحلة بدأت مع فنانين تشكيليين ومع شعراء ومع المسرحيين ومع يعني كل ما ليس له مرجعية في الماضي بشكل خاص بدأت تنتج شيئا مختلفا وجديدا. وأنا يسعدني أن أقوم بشهادة بسيطة، هو أن عبد المعين مرتان الشاب المفوض الذي لا يكاد يتكلم إلا همسا يلفتني فيه شيئان. الشيء الأول هو أن العلاقات التي يقيمها بين الكلمة والشيء تنتج جمالا آخر، جمالا مختلفا على مستوى هذه العلاقة بين الإنسان على بين الإنسان المعدوفة وبين الإنسان. وشيء ثاني المرتبط بهذا الشيء هو من ينتج جمالا جديدا
ينتج معرفة جديدة. وأنا إذا تحية لكم أعذروني تحية صديق العزيز تحية في سؤال يعني.